نرجع مع الدكتورة كوثر الأعراض اللي كتصاحب فقر الدم والواحد يقدر يعرف راسه راه مصاب. هي أعراض عامة كتوجهنا لفقر الدم اللي كتميز بالأساس بواحد الحالات ديال الإرهاق والتعب، بواحد الحالات ديال ضيق التنفس، خصوصا الى الانسان بذل مجهود، الى الانسان تعب شي شويه كتفاقم وكتزاد، تقدر تولي غير محتمله، تؤدي لسخفه او لعية ولا الانسان ما يقدرش كاريمون يوقف. كاين حالات ديال الدوار مثلا، كتجيه الدوخه، الحريق في الراس، بعض المرات ميم الحريق في الصدر ديالو. دونك هذه كلها اعراض هي مشتركه بين كاع هذه الانواع ديال فقر الدم، كتختلف الحده ديالها على حسب جوج ديال العوامل، على حسب الحده ديال النقص في الهيموغلوبين، وعلى حسب المده اللي وقعت في هذاك فقر الدم. بالنسبه لفقر الدم اللي كيجيب واحد السرعه كبيره، الحالات ديال النزيف اللي تكلم عليها الاستاذ العقاوي واللي تكلمت عليها الدكتوره بسمه، دونك هادو حالات اللي تيتصاحبوا بواحد فقر الدم اللي تيكون الجسم ديالنا ما تيقدرش يتحمله والاعراض كتكون شديده. بالنسبه للحالات اللي كتكون مزمنه، اللي كيكون عندي واحد النزيف قليل او لا واحد الخلل او اضطراب في الدوره الشهريه اللي شهر على شهر وكيجي بشويه بشويه، واخا كيكون عندي النقص في الهيموغلوبين اللي هو حاد، ولكن الجسم الانساني يقدر يكون تعود على ذاك النقص وما كيديرش واحد الاعراض اللي هي كثيره. هذا بالنسبه للاعراض العامه ديال فقر الدم. بالنسبه للاعراض اللي تقدر توجهني للسبب ديال فقر الدم، هي العلامات المصاحبه لهاد الاعراض ديال فقر الدم. مثلا عندي المريض الا كاينه واحد التاريخ عائلي ديال فقر الدم كنتوجه اكثر للامراض الوراثيه، الا عندي اعراض مصاحبه مثلا مسائل اخرى او لا اعراض كتهم اعضاء اخرى او مفاصل او لا. كنشوفوا ايضا في التقرير الاظافر مثلا كيكون تكسر، كاين الشعر كيكون هذه دخلنا شويه في الاعراض الخاصه بالنسبه لفقر الدم اللي ناتج عن النقص في الحديد. لان حتى الاعراض كل ما كتختلف من نوع لنوع. بالنسبه للنقص في الحديد مثلا كتصاحب معه اعراض اللي هي كيف ما قلتي تكسر الاظافر، تساقط الشعر. بالنسبه للنقص في الفيتامين بي 12 او الحمض الفوليك كتكون عندنا اكثر اعراض كتهم الجهاز العصبي. بالنسبه للامراض الالتهابيه او الامراض الجهازيه كتكون عندنا اعراض مصاحبه كتهم كيف ما قلنا مفاصل او الديلوكاليزاسيون وحدين على الم مفاصل او لا دي لوكاليزاسيون في اعضاء وحدين اخرين او اعراض كتوجهنا للمرض الجهازي، الاصابات متعدده.